بالتأكيد كلنا تابعنا على مدى أيام. كان طبعا الرئيس السيسي يعني أعلن أو قال، وكان في تصريح صارم وواضح أن مصر مش طابونة، وأن أي حد واضع أو في وضع يد على أي أراضي، الأراضي دي هترجع للدولة. الحقيقة شفنا بعدها تحرك سريع جدا جدا على أرض الواقع، وشفنا فعلا تحرك كنا بنحلم بيه من سنين. احنا بنتكلم ان كان في لجنة بقالها سنتين بتشتغل في الأراضي الدولة والأراضي اللي في وضع يد عليها، لكن في ظرف كام يوم لقينا التحرك من جميع أجهزة الدولة، من جيش ومن داخلية ومن جميع المحافظات. بنشوف كل يوم حملات أمنية، كل يوم في مختلف مديريات الأمن. الحقيقة الأجهزة دي بتواصل بشكل كبير جدا تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري مجرى النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. كمان قامت الأجهزة الأمنية مديريات أمن مطروح وأسوان والمنيا وبني سويف وأسيوط والإسماعيلية والأقصر والشرقية والغربية وقنا والدقهلية بتوجيه عدة حملات لتنفيذ قرارات الإزالة، تمكنت من إزالة 1840 قرار إزالة. الحقيقة الواحد وهو بيقول الخبر ده سعيد جدا، فخور جدا، في نفس الوقت بيتساءل مكمل الأول. بس طبعا توجيه رئيس الجمهورية وزي ما قلنا يمكن مع حضراتكم كان زي ما نقول نوبة صحيان. صحيح. وده كان فعلا عنوان أحد عناويننا مع حضراتكم قبل كده، كان نوبة صحيان. واضح جدا جدا أن الصحيان حصل، وأن هذه يعني نقدر نقول الحملة إن شاء الله إن شاء الله هتحرر كل أراضي مصر من واضعي أيديهم عليها. ونشوف تقرير. تتسارع وتيرة استرداد الأراضي المملوكة للدولة، وتنجح الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية في استعادة مساحات شاسعة من الأراضي المستولى عليها دون وجه حق، مع إزالة ما عليها من تعديات بكل حسم وفقا للقانون والخطط الزمنية الموضوعة. فهنا مديريات أمن القاهرة تواصل إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بدائرة قسم شرطة التبين على مساحة 287 فدان، عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الحجري والزلط وتشوينات من الطوب والرمل. وقد قاد مدير أمن القاهرة حملة الإزالة حتى انتهائها وتسليم الأراضي للجهات المعنية، كما تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لمنع معاودة التعديات مرة أخرى. منذ يعني بدء التوجيهات لغاية النهاردة 250 قرار إزالة، مساحات مختلفة كان أكبرها العرض المشهد النهاردة 287 فدان، وكان من 3 أيام 320 فدان في مناطق حلوان. نوصل بالمستهدف من يعني استرداد جميع أراضي الدولة في الفترة الزمنية المحددة اللي بإذن الله قبل يوم 30/5 بإذن الله. واستمرارا للحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة، فقد شنت مديرية أمن الأقصر حملة مكبرة لإزالة التعديات على تلك الأراضي وتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية. وقد تم تنفيذ 90 قرار إزالة تعدي صادر من الوحدة المحلية والإدارة الزراعية وهيئة الآثار بمساحة أكثر من 4000 فدان. وفي السياق ذاته وجهت مديريات أمن الشرقية حملة مكبرة لمركز شرطة أبو حماد، ونجحت الحملة في استعادة 37 فدان خاصة بهيئة الآثار. مديريات أمن الدقهلية قامت بعدة حملات مكبرة عنوانها الحسم في إزالة التعديات على أملاك الدولة واستعادتها من المعتدين عليها. وأسفرت جهود هذه الحملات عن تنفيذ 355 قرار بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ملك للأوقاف والسكة الحديد والثروة السمكية بإجمالي مساحة 50 فدان. وفي بني سويف شنت مديرية الأمن حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة وفقا للبرنامج الزمني المحدد، وتم إزالة العديد من التعديات عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وقواعد خرسانية. 673 حالة تعدي على أملاك الدولة نجحت مديرية أمن المنيا في إزالتها بإجمالي مساحة أكثر من 63 ألف فدان أراضي غير منزرعة. تم إزالة وضع اليد عنها وتثبيت لوحات معدنية تفيد بملكية الدولة لها، مع أخذ التعهدات اللازمة بعدم التعرض لها مرة أخرى. بالتأكيد المنظر صعب،
لكن بالتأكيد مفرح، والتقرير واضح مش محتاج تعليق. يعني احنا بنتكلم على كل محافظة فيها مئات التعديات وآلاف الفدادين، يعني احنا أرض الدولة الحقيقة كان عليها تعدي صارخ.